لأهمية الدعاء بالبركة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس كما في الصحيحين: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته. ولذلك في رواية البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأم سليم ولأهل بيتها، فقالت: يا رسول الله، إن لي عندك خويصة، يعني خاصة. قال: ما هي؟ فقالت: خادمك أنس، ادعو الله له. فدعا له. وهذا يفيدنا بفائدة من أن أنس من بيت أم سليم، ومع ذلك قالت: يا رسول الله، إن لي خويصة. ولذلك بعض الناس يقول لآخر: خصني بالدعاء. هذا دل عليه رواية البخاري كما ذكرت.